السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم موتو دي زاد، متخصصة في الدراجات النارية المستعملة في الجزائر لموتور سكوتر. في فيديو اليوم كما العادة جبنا لكم مجموعة من الدراجات النارية مع أرقام لواتي مرفقة. أسعار هذه الدراجات النارية تبدأ من 30 مليون حتى 95 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة بضغط على زر اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك من عندنا كل جديد. على بركة الأبد نطلع عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه الدراجات النارية التي معنا في هذا الفيديو نهار اليوم، فابقوا معنا. الموتور رقم واحد معنا في هذا الفيديو هي سيم سيتيكوم اني 2020. هذا الموتور ايسونس، لاباط اوتوماتيك، لا كولور بلون، والدراجة النارية ماشية 1700 كيلومتر. صاحب هذا الموتور مدير ابراهيم، ولاية الجزائر العاصمة. رام سمو في هذا السيم سيتيكوم 8 مليون. المحرك في حالة جيدة، وهذا الموتو انقية. الموتو رقم 2 ستونت امبيكا ياماها اني 2016. هذا الموتو ايسونس، لابواط مانويل، لا كولور نوار، وهذا الموتو ماشية 16000 كيلومتر. صاحب هذا الموتو من ولاية بسا، وسعر هذا الستونت امبيكا ياماها هو 30 مليون بري نيغوسيابل، اي بإمكانكم تجيبو هاد الدراجة النارية مبلغ اقل. الموتو 10/10، كلش فيها دوريجين. الموتور رقم 3 سيم سيمفوني اس تي اني 2019. هذا الموتور ايسونس، لاباط فيتاس اوتوماتيك، لون الموتور بلو غولواز، والدراجة النارية ماشية 20600 كيلومتر. صاحب هذا الموتور من ولاية مستغانم، وسعر السيم سيمفوني اس تي هو 30 مليون بري فيكسي. محرك الموتور في حالة جيدة، وهذا السيم سيمفوني اس تي نظيفة. الموتو رقم 4 ياماها اكس ماكس 300 اني 2018. محرك هذا الموتو ايسونس، لاباط فيتاس اوتوماتيك، لا كولور غري سوغي، وهاد الياماها ماشية 9000 كيلومتر. صاحب هذا الموتو مش الغوم العيد ولاية ميلا، وراه مسمو في هذا الياماها اكس ماكس 344 مليون. محرك هذا الموتو 10/10، لي فيتري البلاكيت جدد، الكاريناج 9/10، وسوبور ماتريكول سبور. الموتور رقم 5 معانا هي سيم سيمفوني اس تي اني 2020. محرك هذا الموتور ايسونس، لابوط فيتاس اوتوماتيك، لا كولور بلو غولواز، وهاد السيم ماشية 7000 كيلومتر. صاحب الموطن بوزريعة ولاية الجزائر العاصمة، ورام سمو في هذا السيم سيمفوني اس تي 32 مليون ونص. محرك هذا الموطن في حالة جيدة، والسيم سيمفوني اس تي نظيفة. الموطن رقم 6 ان ماكس ياماها اني 2017. محرك هذا الموتور ايسونس، لاباط فيتاس مانويال، لا كولور نوار، وهذا الموتور ماشية 4000 كيلومتر. صاحب هذا الموتور من الغزاوات ولاية تلمسان، وراه مسمو في هذا الان ماكس ياماها 32 مليون. محرك هذا ياماها في حالة جيدة، وهذا الموتور انقية. الموتور رقم 7 تي ماكس 530 اني 2013. محرك على تي ماكس ايسونس، لاباط فيتاس اوتوماتيك، لا كولور نوار. صاحب هذا الموتور من رويبه ولايه الجزائر العاصمه،
وسعر التي ماكس 530 95 مليون بري راه نيغوسيابل، اي بامكانكم تجيبوا هذا الموتو بمبلغ اقل. محرك التي ماكس في حاله جيده والموتو نقيه. الموتور رقم 8 هي ياماها امبيكا اكس ماكس 400 2014، محرك ياماها ايسونس لابات فيتاس مانويال لا كولور غريسوري، وهذا الموتو ماشي 64000 كيلومتر. هذا الياماها جايه من فرنسا، لونتروتي اجور لا كاتغريز صافيه. صاحب هذا الموتور من كوبا ولايه الجزائر العاصمه، وسعر هذا الياماها امبيكا اكس ماكس هو 58 مليون بري نيغوسيابل، اي بامكانكم تجيبوا هذا الموتور مبلغ اقل. هذا نكونو كملنا كاع المطوات اللي معنا في فيديو اليوم. في الاخير ما تنساو ديروا جيم الفيديو ديال البارطاج. ارقام الهواتف تاع اصحاب الدراجات الناريه راهي دائما موجوده في صندوق الوصف الموجود اسفل الفيديو. ما عليكم سوى بالضغط على رد المزيد على عنوان الفيديو وتهضر ممكن في صندوق الوصف في ارقام الهواتف. والى ملتقى فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.